الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده كثيرا. أكي جايز ما سنة نتكمل أول أفنو فني لك عدان أنكمل شوية أف الشكرة جي إن شاء الله قبل أنفذو أندعو ربي سبحانه إيوكن أعدي إيوكن أعدي فكاني لجر أعدي أرنو أمهدنا ولا إن يعني ما لشكر من ربي سبحانه لا أزيدنكم ربي أعدي أنو إن شاء الله. أكيد أننا ربي سبحانه في القرآن الكريم يهضرد إن أنت بليك بلكوث أكوني ستو إبليس الذكر إن أكوني ستو وتشكر مع ربي سبحانه يا خطر إبليس لعنه الله ربي إن تفلس إن أنت بليك أثناذ أثناء قمض قفيه الشكر أنا ما تسوك يا رب إن يسنى أقعدن لهم صراطك المستقيم أثناء أثناء قمض قفيه ولولا ما قرن غزريد من الشكر يمكن أن تشكر ربي فقر بديوث الآية شدنا ولا تجد أكثرهم شاكرين لا ينيان الند وقليل من عبادي الشكور يقرد شوية كان عبادين وأيد شكرا أطاسيتون فشقد نوي أدنوي كان أحاديث ننفي وشفيح في الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يبس التفككين وصحفي وهو معاذ بن جبل إني يا معاذ والله إني أحبك والله رأى معاذ رحمه الله كطاس إني فلا تنسى وتتفير أن تقول في دبر كل صلاة كل ما تفصل لثنت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي عوني يوكنك الذكرى يوكنك شكرى يوكن أكعبدها سبحان الله ولي يمكن مثلا في استعلم السلماذ الرسول أمشني لي أبذر بسبحانه سنت سويلة اللهم أعني يا ربي عوني يوكنك الذكرى يوكنك الشكرى يوكنك عبدها أمشي هذا يا رب. يبص ابن موسى عليه السلام إن يسي ربي إن يسي ربي أمش آدم يتشكر آدم قد في غمرة ستصلمو إمش أنا ميقز ما قد يار الشكر أتشكر إن يسي حتى في خلق الطيب سفسني ستيرا صرشيني ثلاثة دي الجنسيني وثمية في الملائكة السجد إن أمش يقز ما أتشكر إن يسي ربي سيدنا موسى إن يسي يا موسى علم آدم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعت إليه. إني يس موسى إني يس سيدنا آدم يقزر أنشتني ولا أنشتني ولا سوالنيس إلي يحمذي يطسطسطس إزرى خطر ذنكيني إيد الذف نشيني فشكت ولا ما يثمثل من استعرف ربي ذونا إيد الشكر إني يس دوني إيد الشكر. يبس كذلك سيدنا موسى دايما إني يس يا رب أمشك شكرا كيني فاغ شكرا بيك شكر آدم عليه السلام إني فولا كلمة ينذل النقينش يا رب ماذا يفسن يفسنينش ماذا العقل ذا العقل تشنيش ديف كان سوشك شكر يا رب إني يس يا موسى الآن لقد شكرتني إني يس مستعفض سوانشتاقي أقلت شكر ريد مليح يا موسى. الرسول صلى الله عليه وسلم يبس بويس ديون الحديث القدسي حديث عظيم الحديث اكي الشكر اني يسن اهل ذكري يعني ربي قرد اهل ذكري اهل مجالستي الاهل ان ربي سبحانه هو قد يذكرا اهل شكري وقد يذكرا اهل زيادتي وقد يدين نسن الرنو اني يسن اهل طاعتي وذك يضوعا اهل كرامتي وقد كرما وقد يضوعا وذك أثنى كرمة أهل معصيتي لا أقنطه من رحمتي ماذا وذك يعني يعصان وذك سعنا سيرم زمرنا دوران الغوري نكيني أثنى عفوه إن تابوا ما إلى تبن فأنا حبيبهم كيف نحملها ما إلى وتبنى فأنا طبيبهم إذا نكيني كان ورا دوغالا نكيذ طبيب سن خطرني أدوغان الزكان الغوري فاشتقي سيدنا داود عليه السلام إلى تكثر في الدعاء يقال يا رب يا رب كي دلس أكد ذكرا اللهم آتنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة مؤمنة صالحة يقال يا رب كي دلس أكد ذكرا كي دقول أكد شكرا كي ديون الجسم يوت الجثة يوكن الصفرة يعني الجسم يوكن الصفر في البلاء فاشتقي
هكا قال لنا الانبياء دعون ورب سبحانه ينادوا له الملائكه يوم القيامه ادعون سديك الشكر خاطرني اهل الجنه ماشي من الجنه فشدينين ما نشمك ان شاء الله نشمك وقد قاعد يتنفس اما دير قزنا ما تلاوين نشمك ان شاء الله الجنه اشدنيني ما نشمدنيني. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. الحمد لله يا دي الشم جزنا ما تلاوين انشموك ان شاء الله الجنة اشدنيني ما نشمدنيني. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. الحمد لله يا دي الشم ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. أكي قيث مثل جيون لهنا سلويس أرثوفاس والسلام.